مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة الماضة، مستشفى متطور يحتوي على جميع التخصصات الطبية والأشعة والتحاليل، مجهزة بأرقى المعايير الطبية العالمية. منظومة علاجية مثالية تطبق أعلى معايير الجودة لخدمة المواطن المصري. مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، رعاية طبية ترقى لثقتكم. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين، نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عقده اللواء طبيب أشرف محي مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة الماضة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار اقتصادية على أيدي نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية واستشار القوات المسلحة، حيث أكد خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه كافة أوجه وسبل الدعم بالمجال الطبي لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وبأسعار تتناسب مع كافة فئات الدخل بكافة طبقات المجتمع، بالإضافة إلى توافر كافة الأجهزة الطبية والمعدات ذات المواصفات العالمية، فضلا على أن المستشفى يتوفر بها أطقم التمريض المؤهلة للتعامل مع كافة التخصصات الطبية، مستندة على التأهيل العلمي المرموق بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال التمريض. كما أوضح أن المستشفى تشمل جميع التخصصات بالإضافة إلى قسم الأشعة ومعامل تحاليل وبنك دم، يأتي ذلك في إطار سعي القوات المسلحة على تطبيق منظومة علاجية مثالية تحت إدارة عسكرية قادرة على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة المريض المصري.